الجمعية الوطنية للاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة السيد البكاي والعبد القادر الخو رئيس اللجنة لعرض ومناقشة ميزانية وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد محمد مال عيدين مليه، استعرض فيه البنود الأساسية لهذه الميزانية ومجالات صرف فيها.